الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بمطار القاهرة ومباحثات قمة تجمع الرئيسين غدا. في اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مدبولي يتابع جهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن أجل تحقيق اللقب الثامن في تاريخه المنتخب الوطني يواجه نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 9 مساء بتوقيت القاهرة 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. متميزة هي العلاقات التي تجمع بين مصر وجيبوتي وذلك على المستويات كافة. وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلا الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين سيعقدان غدا في قصر الاتحادية مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر سوف يعقبها زيادة في التبادل التجاري بين كل من مصر وجيبوتي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية أيضا في جيبوتي. ويشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية، وكذلك تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الأفريقي. تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية. حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة كوميسا بجهاز التمثيل التجاري. وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40,880,000 دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017. وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7,130,000 دولار خلال عام 2018 مقابل 3
$3,990,000 خلال عام 2017. وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلا عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي. وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس السيسي. خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد مدبولي على الاهتمام بجودة التنفيذ، وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في مشروع المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس، وكذا متابعة التجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية، وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف بما يشمل تطوير مطار سفينكس وأعمال محطتي مترو الأنفاق بالمنطقة. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، أكد مدبولي أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية. وخلال الاجتماع قال مدبولي إنه يجب العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية وفق توجيهات الرئيس السيسي. كما التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وذلك لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. خلال اللقاء عرض رئيس هيئة الاستثمار عددا من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3000 فدان. كما استعرض أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28.2%. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2266 عنصراً إجرامياً والمصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل، وبحوزتهم 1237 قطعة سلاح ناري من بينها 148 بندقية آلية،
و183 بندقية خرطوش و43 مسدسا و762 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 240 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4092 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3421 متهماً، من بينها 584 بندقية و328 بندقية آلية و212 مسدساً و2968 فرد محل الصنع وعدد من الطلقات و438 خزينة، إضافة ل6122 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 43 تشكيلاً عصابياً ضموا 131 متهماً قاموا بارتكاب 292 حادث متنوع. كما تم ضبط 557 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 259 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 418 متهماً. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,188,477 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,428 حكم جناية من بينها 7 أحكام بالإعدام و498 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 670,176 حكما جزئيا و115,770 حكما مستأنفا و1,092,983 حكم غرامة و301,120 حكم مخالفة. طب اللي طب من بلدي الليلة محدش فرحان قد تحدي نفوت في الصخر نعدي في قلب النار يا بلدي حبك جوا قلبي معلم بيلعب خلي الناس تتعلم انده على ناسك يا معلم قوم يا ولدي. طب بص شوف أولاد الفراعنة، بص شوف المنتخب المصري، أدي أمامنا رجالة مصر، أدي همة الرجالة اللي بتأتي دائما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب أي الحرس. ولا أي
مشاهدينا الكرام، يلتقي المنتخب الوطني الآن مع ناظريه السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. وحتى الآن النتيجة هي التعادل السلبي، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. والمزيد نتابعه مع الزميلة آية كفوري في الفقرة الرياضية في هذه النشرة. والآن نرصد لكم تاريخ المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال العرض التالي. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ COP27 المقرر عقده في مصر يعد بمثابة فرصة جوهرية لأفريقيا ولعالمنا، في كلمة مسجلة أمام الدورة 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي منعقدة حاليا في أديس أبابا. أضاف غوتيريش أن كوكب الأرض في وضع طارئ وبحاجة إلى تضافر جميع الجهود، مشيرا إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في مصر COP27 سيكون فرصة جوهرية لأفريقيا وللعالم. من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري سعي مصر للتحدث بصوت أفريقيا وتطلعاتها لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وذلك من خلال استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ الأممي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة 35 لقمة الاتحاد الأفريقي. كما أشار شكري إلى خطورة استمرار ضعف تمويل المناخ الذي تستفيد منه الدول الأفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ. وعلى هامش فعاليات القمة أيضا التقى وزير الخارجية مع سامح شكري نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا والقضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى شكري نظيره الصومالي عبد السعيد موسى علي. خلال اللقاء أكد شكري الاهتمام الكبير الذي تليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الأمر الذي من شأنه يدعم مسيرة البناء والاستقرار في الصومال الشقيق. يستعد المغرب لتشييع جثمان الطفل ريان الذي وافته المنية أمس، وذلك بعد 5 أيام من سقوطه في بئر عميقة رغم جهود مبذولة لإنقاذه. إلى ذلك أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمغرب حكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا.
ريان طفل مغربي في الخامسة من عمره خطف أنظار وقلوب البشر حول العالم واحتل عناوين الأخبار. القصة بدأت يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل المغربي الصغير ريان في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام العالم. وعلى الرغم من صعوبة عملية الإنقاذ إلا أن الآمال ظلت قائمة لإخراجه حياً، حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إلى الطفل، واجهتها عدة صعوبات أهمها طول البئر البالغ نحو 32 مترا ومحيطه الذي لم يتجاوز 50 سنتيمترا في جزء كبير منه. بمرور الوقت كانت فرص ريان في الحياة تتناقص وجهود العمال تتزايد، وسط مخاوف شديدة من انهيار البئر على الطفل الصغير، فكان عمال الإنقاذ في صراع شرس مع الزمن. الجهود تنوعت ما بين استخدام التكنولوجيا تارة واللجوء لحلول يدوية تارة أخرى بسبب حساسية التربة المحيطة وخشية تعرض ريان للأذى. صور الطفل الصغير حطمت قلوب البشر حول العالم ولاقت تفاعلا كبيرا، حيث لم يكن هناك في الأيام الماضية صوت أعلى من صوت الدعاء لهذا الطفل الصغير. وبعد معاناة وصراع مع الزمن تمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال الطفل الصغير، ولكنه كان للأسف جثة هامدة. قصة جاءت في وقت حساس أكدت أهمية التضامن الإنساني في مواجهة الكوارث. إلى السودان، حيث أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار سفراء دول الإيجاد على تطورات العملية السلمية والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد. وأكد عقار لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد سفراء دول الإيجاد أن السودان يتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة الإيجاد لتسريع العملية السلمية بالبلاد. من جانبه أوضح السفير الكيني بالخرطوم نيكوا موكالا أن السفراء سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصم بلادهم لإعداد خارطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام. أشار السفير المصري بالسودان حسام عيسى إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز مسيرة التنمية في السودان خلال المرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتصل بالربط الكهربائي المصري للسودان ورفع قدرته من 70 ميجا وات حاليا إلى 300 ميجا وات خلال هذا العام. وخلال لقائه بالقصر الجمهوري بالخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يوسف جاد كريم، أكد السفير المصري أن اللقاء تناول سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطبية والعلاجية والمنح الدراسية. من جانبه أكد عضو مجلس السيادة متانة العلاقات السودانية المصرية، مشيرا إلى أهمية تطويرها إلى أفاق أرحب في المجالات كافة من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. استعرضنا أيضا كافة أوجه التعاون الثنائي فيما يتعلق بمساهمة مصر في جهود التنمية السودانية في هذه الفترة الهامة والتاريخية من تاريخ السودان الشقيق، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والربط الكهربائي الذي تقدمه مصر للسودان بطاقة 70 ميجاوات، وسيزيد إن شاء الله هذا العام إلى 300 ميجاوات ثم 1000 ميجاوات جلها إلى المنطقة الشمالية في السودان وغيرها من المناطق. وكذلك أيضا وسائل التعاون الأخرى كالمنح الدراسية وربط السكة الحديد والأدوية والفرق الطبية. أعلن مجلس النواب العراقي أن جدول أعمال جلسته غدا سيشمل انتخاب رئيس الجمهورية. ونشر المجلس جدول أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى لهذه الدورة الانتخابية الخامسة، حيث تتضمن أيضا تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار. وأضاف الكاظمي أنه وجه بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تقاعسهم عن أداء واجباتهم أو عن تنفيذ أوامر القبض. وأشار أيضا الكاظمي إلى أن محافظة ميسان الجنوبية قد شهدت في الأونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وكان آخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل السعدي واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي. التاسعة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. البيت الأبيض يتحدث مجددا عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا ويؤكد أن المحادثات ما زالت خيارا. قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، ولكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي للمضي قدما. وفي تصريحات صحفية أضاف سوليفان أن أي إجراء روسي محتمل يمكن أن يشمل ضم منطقة دونباس الأوكرانية أو شن هجمات إلكترونية أو هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، غير أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أكد أن الهدف من إرسال قوات بلاده ليس إشعال حرب مع روسيا، وذلك في تعليقه على قرار واشنطن نشر 3000 جندي إضافي في ألمانيا شرقية أوروبا. يأتي هذا فيما أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسية أن وحدات الأسطول المنتشرة في شبه جزيرة القرم أجرت تدريبات لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأكدت أن أطقم القتال في المواقع عملت على إنشاء اتصال مرئي وإلكتروني مع الأهداف المخصصة، وأيضا توفير التوجيه الملاحي للسفن التي تؤدي المهام الموكلة إليها في البحر. وتضمنت التدريبات مواقع الرادار الثابتة والمتحركة لأسطول البحر الأسود. من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري. وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أفادت بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجري محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف في 14 فبراير الجاري. وأكد الرئيس الأوكراني أن ألمانيا هي أحد الشركاء والحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا وتلعب دورا مهما في الوساطة في إطار صيغة نورماندي. ومن المقرر أيضا أن يتوجه المستشار الألماني إلى موسكو في 15 فبراير الجاري. شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط. وتشمل المشروعات إطلاق مبادرة وقف النخيل في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما تشمل المشروعات أيضا افتتاح جمعية رعاية الطلاب وعدد من دور الحضانة. أولا أنا شرفت النهاردة أن يكون في ضيافة وصحبة معالي الوزير اللواء محمد زملوط. الحقيقة يمكن الفرق بين الزيارة الأولى والرابعة أن كل زيارة كنا بنسجل إنتاج جديد عشان نقدر نوصل بالوادي الجديد محافظة بلا فقر. يمكن الجديد أيضا هذه المرة أن احنا بنجمع المشروعات التنموية المتنوعة والمختلفة اللي تم الاستثمار فيها على مدار العامين الماضيين. كان معانا شركاء
شركائنا الأعزاء جدا 8 جمعيات من المجتمع المدني، ده بالإضافة إلى جمعيات أخرى لم تحضر ولكنها شريكة في هذا الإنتاج وهذا النجاح. فإحنا أطلقنا المبادرة اللي اشتركوا معنا فيها بعض الجمعيات، فقلنا الموضوع أن يبقى ننظمه ونعمله حوكمة عن طريق وزارة التضامن تبقى معنا فيه، فمع الوزير النهاردة بالإضافة اللي كان عندنا بيوت الطلبة وعندنا مركز الاحتياجات الخاصة وعندنا الحضانات يعني مشروعات كتير. احنا له الوقت بس ممكن مع الوزيرة يمكن دي رابع زيارة تشرفنا فيها، والحمد لله كل مرة بيبقى في حاجة جديدة يعني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة ودون التأثر بدرجات الحرارة. أشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مؤكدة أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4500 جيجاوات في ساعة عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء المحافظات اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والتي سوف تستمر حتى 26 من شهر فبراير الجاري. وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من الموجة 19 بدأت خلال الفترة من 19 من يناير الماضي وحتى 30 من يناير، وبلغ إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها على أملاك الدولة 5146 حالة. انطلقت الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمشاركة 15 إماما فلسطينيا و15 إماما مصريا. تأتي الدورة في إطار الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير وجهود وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل للأئمة والخطباء من داخل مصر وخارجها. أولا للدورة أكثر من هدف، هي تعبير عن الموقف المصري الثابت تجاه أشقائنا في فلسطين ودولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقارير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967. الحقيقة هذا جانب، فهو من أنواع اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وكل ما يهم الشعب الفلسطيني. نحن يعني تلقينا نبأ قبولنا في هذه الدورة واستضافتنا بوافر من السرور صدقا، لأننا يعني متعطشين في فلسطين لأن ننهل من هذا العلم من منبعه الأصلي من رأس النبع يعني. ومصر كانت وما زالت وستبقى بإذن الله تعالى منها يؤخذ العلم من مصادره الصحيحة، وهي أم ليس شقيقة فحسب إنما هي أم لنا كفلسطينيين وهي أم للعالم العربي والإسلامي. هذه الدورة تأتي استكمالا لسلسلة دورات تعقدها وزارة الأوقاف المصرية لجمهور السادة الأئمة والواعظات، ليست هي الدورة الأولى وإنما هي دورات متتابعة، كانت فرصة للتلاقي والتعارف بين الأئمة المصريين من وزارة الأوقاف بالإخوة الأشقاء الفلسطينيين. شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال حفل تسليم 21 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيا. وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم. هنأت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الطفل ساجد محمد عبد الفتاح لفوزه بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين،
والتي نظمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ضمن الاحتفالات بدورة الألعاب الشتوية ببكين. يذكر أن الطفل ساجد كان أحد المشاركين في منافسات الدورة الأولى لجائزة الدولة للمبدع الصغير، وجاء ترتيبه الثالث في فرع الشعر، بالإضافة إلى الطفلتين رنا أحمد عبد الوهاب التي نالت جائزة المبدع الصغير في العزف على آلة الكمان الفئة الأولى، وجمانة محمد مصطفى التي حصلت على جائزة التميز. والآن مشاهدينا الكرام نتوقف معا وأخبار الاقتصاد، تفاصيل أخبار المال والأعمال مع آية الكافوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا أميمة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير وكالة فيتش الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، والذي أشار إلى أن إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر بلغ 3,344,000 طن خلال العام المالي 2020-2021. وأوضحت الوكالة أن القطاع حقق نموا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات تعزز رغبة مصر في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة النفط والغاز في ظل موقعها الاستراتيجي. أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 11% في المئة، وأشار البنك إلى أن الاحتياطي ارتفع بما يعادل 46 مليون دولار ليبلغ 40.980 مليار دولار مقابل 40.934 مليار دولار خلال ديسمبر 2021. أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات النسيجية على مستوى الجمهورية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات الصناعات. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلية وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية. سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على العلاقات المصرية الأفريقية الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل. وأشار التقرير إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بحضور رفيع المستوى. وفي ذات السياق استعرض التقرير العلاقات المتبادلة مع الدول الأفريقية وانفتاح مصر على الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر القارة. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيام شركة NA Capital بطرح صندوق جديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الصندوق الجديد يأتي في إطار استراتيجية شركة NA Capital الذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2,015,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 752,064,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 اليوم بنسبة 44%، وأغلق عند 11,689 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 51%، وأغلق عند 2,274 نقطة. امتدت أيضا الارتفاعات EGX100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 61%، وأغلق عند 3,212 نقطة.
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وأقل المؤشر السعودي المكاسب وصعدت أسعار النفط الخام المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات يوم الجمعة، وسط مخاوف مستمرة من تعطل الإمدادات. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر السوق الرئيسية تاسي بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 12204 نقاط، كما ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، كما قفز مؤشر السوق الأول للبورصة الكويتية بنسبة 11% ليغلق عند 8045 نقطة. وننتقل مشاهدينا إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 15.64 جنيه عن سعر البيع 15.77 جنيه، بالنسبة لسعر اليورو سعر شراء 17.91 جنيه، سعر البيع 18.06 جنيه، نصل الجنيه الاسترليني سعر شراء 21.16 جنيه، سعر البيع 21.35 جنيه. نبدأ بالعملات العربية، بالنسبة للدرهم، الدرهم الإماراتي والذي وصل سعره اليوم 4.25 جنيه، وسعر 4.29 جنيه، وبالنسبة للريال السعودي 4.17 جنيه، وسعر البيع 4.20 جنيه. في أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب عالميا مع توقف التداول على الذهب في البورصات العالمية مسجلة 1807 دولارات للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فاستقرت أسعار الذهب محليا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث سجل عيار 18 نحو 679 جنيها، وعن عيار 21 793 جنيها. أما عيار 24 وصل سعر اليوم إلى 906 جنيهات. وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6340 جنيها. رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لأسيام في مارس مقابل فبراير تماشيا مع توقعات السوق. وقالت أرامكو إن السعودية رفعت سعر بيع خامها العربية الخفيف للعملاء الأسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل، كما رفعت سعر بيع الخام للولايات المتحدة 30 سنتا للبرميل. وعكست زيادة الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة هوامش الربح للبنزين ووقود الطائرات. قفزت أسعار المستهلك في كولومبيا الشهر الماضي متجاوزة التوقعات بكثير، الأمر الذي زاد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع من أجل إعادة السيطرة على التضخم. وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية الكولومبية أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 6.94% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 2016. وارتفعت الأسعار ب 1.67% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وهي أعلى زيادة شهرية منذ عام 2001. فرضت الحكومة الكوبية ضريبة جديدة بنسبة 10% على مبيعات محددة من المنتجات الزراعية في إجراء سيؤثر على صغار التجار والعاملين لحسابهم الخاص والمستهلكين في الجزيرة. وستدخل الضريبة حيز التنفيذ غدا، وتسري على الأفراد والشركات التي تبيع منتجات زراعية بالتجزئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار في بلد تجاوزت فيه نسبة التضخم فعليا 70% في عام 2021. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أميمة تمام وإلى الممر إليكم. شكرا لك آية. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وتقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض. ما زال معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته في دورته 53، تلك الدورة التي لم تستقبل فقط دور النشر والناشرين، بل احتضنت مبدعين مصريين وعرب. فهذا ماهر حاضري، سوري الجنسية، وهو من نفذ أول مصحف مكتوب بالخيط في سوريا، ويبلغ وزنه 200 كيلوغرام. فكان المعرض فرصة لعرض ونشر إبداعاته وسط حضور كثيف للجمهور الذي تخطى حاجز المليون قبل اليوم الأخير للمعرض. عملت أول مصحف مكتوب بالخيط والإبرة في العالم. طبعا المصحف كانت البداية فكرة أنه أنا أكتب المصحف بالحبر، لكن خطر لي أنه أنا أعمل شيء جديد مميز عن بقية الخطاطين. ابتكرت فكرة الكتابة بالخيط،
بدأنا في عام 1998، طبعا كتبنا نموذج بعد ما أخذنا آراء الخطاطين المختصين وآراء العلماء والأصدقاء، شجعونا كثير على الفكره. المعرض فيه اقبال متزايد من امبارح، والنهارده المعرض فيه تزايد كبير. الثراء الثقافي العالي داخل المعرض من اصدارات مختلفه ومن دور نشر مختلفه. المعرض جميل جدا، وانا كل سنه باجي، وهنا الموسيقى جميله جدا، والملاهي والكتب كلها مش بنلاقيها بره، بنلاقيها هنا متوفره، وهنا امان، والمعرض جميل جدا. هذه الدوره المميزه قدمت العديد من الخدمات الثقافيه والفنيه من خلال بعض الاجنحه، فهنا جناح مدينة الثقافة والعلوم الذي يحكي نبذة عما بداخل هذه المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة من متحف وسينما ومسرح، بالإضافة لجناح الأزهر الشريف الذي يقدم لأول مرة المصحف الشريف بطريقة برايل وبعض الخدمات الأخرى. احنا بس كل اللي احنا عاملينه ان احنا جايبين نموذج مصغر من مدينة الفنون والثقافة هنا في معرض الكتاب، بحيث ان احنا نفرج اكبر عدد من الناس ان هي تيجي تشوفه في معرض الكتاب. طبعا حضرتك عارف ان معرض الكتاب دوت كل محافظات مصر المثقفين، الفئه المثقفين اللي في مصر مهتمه بيه، فده كان الفكره الاساسيه ان احنا نجيبه بحيث الناس دي كلها تشوف الحاجه اللي موجوده في العاصمه الاداريه ومش عارفه تشوفها، فعايزين نوريها لها من دلوقتي ونبدا نبراند عليها. جناح الازهر الشريف في معرض القاهره الدولي في دورته 53، واحد من اهم الاجنحه التي تجذب انظار الباحثين والزائرين، وذلك لما يحمله هذا الجناح من عروض متعدده وانشطه متنوعه، فضلا عن الاصدارات العلميه المهمه التي ترتبط بواقع الامه وقضايا المجتمع ومشكلات الانسان. إقبال كثيف وضخم للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية الذي سيتواصل حتى 7 فبراير الجاري، فضلا عن زيادة الإقبال على المنصة الرقمية التي سجلت في الأسبوع الأول للمعرض أكثر من 86 مليون زيارة. محمود جميل، التلفزيون المصري. ومن هذا الخبر الثقافي ومعرض الكتاب إلى أخبار الرياضة، نتحول فيها إلى آية الكافوري والتي تتابع فيها فعاليات مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. الماتش لم ينتهي حتى الآن، ولكن بالتأكيد لك متابعة آية الكافوري في نصف التاسعة. بالتأكيد سنتابع، يعني بقي من الزمن أعتقد دقيقتين على انتهاء المباراة أو الشوط الأول من هذه المباراة، وبالتأكيد ما هو سنتابعه الآن في هذه الجولة الرياضية. يلتقي المنتخب الوطني الآن مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني بالتأكيد. وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أهلا بك أحمد، يعني بعد انتهاء الشوط الأول من هذه المباراة ضعنا في الأجواء لديك. نعم آية، أحييكي من أحد النوادي الاجتماعية في منطقة المهندسين. أجواء حماسية ترقبت الجماهير المصرية في كافة الأماكن هذه المباراة مع دقات 9 مساء التي انطلقت ما بين مصر والسنغال. هناك أجواء حماسية جدا، يعني مشاركة كبيرة من الجمهور المصري مساندة للمنتخب الوطني للفوز في هذه المباراة والحصول على اللقب 8 في تاريخ الفراعنة بعد آخر لقب حصل عليه في عام 2010. نحن نتحدث عن اللقب 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذا هو اللقاء 10 في المباراة النهائية التي يعني استطاع منتخب مصر أن يصل إليها. إذا تحدثنا آية عن اللقاءات التي كانت ما بين منتخب مصر والسنغال على مدار التاريخ الرياضي، نجد أن مصر كان لها الرصيد الأكبر في الفوز على السنغال
برصيد 9 مباريات من أصل 17 مباراة، وكان هناك مباراة تم التعادل فيها ما بين مصر والسنغال في مجموع اللقاءات الكروية التي جمعت مصر والسنغال سواء في بطولات أو في لقاءات ودية. نحن الآن في انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين مصر والسنغال، ووجدنا أن كان هناك تفوق كبير للاعبي منتخب الفراعنة وكذلك حارس المرمى أبو جبل الذي تمكن أيضا من صد تسديدات كانت صعبة للغاية من نجوم منتخب السنغال، وعلى رأسهم بالطبع ساديو ماني. وأيضا هذه المباراة أيضا تجمع الزميلين محمد صلاح وساديو ماني، ولكن هذه المرة يعني من المعروف أن ساديو ماني ومحمد صلاح هم زملاء في نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن في هذه المباراة هما خصمين، ساديو ماني يلعب للسنغال ومصر ومحمد صلاح يلعب لصالح مصر. وكان هناك تصريحات لمحمد صلاح أعلن فيها، سئل عن توقعاته للمباراة، ولكن محمد صلاح أعلن أنه سوف تكون الرد على هذا السؤال سوف يكون على أرضية الملعب اليوم، حيث الفوز بإذن الله والحصول على اللقب 8 في تاريخ الفراعنة. أجواء حماسية جدا هنا في المكان الذي أنقل لكم منه فعاليات وأجواء مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا، ونحن الآن في انتظار بدء الشوط الثاني وفوز مصر بإذن الله. بالتأكيد يعني مباراة قوية بنتمنى فيها الفوز لمنتخبنا الوطني. شكرا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. تأهل الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي 6 أهداف مقابل 1 في الدور الثاني من المسابقة. بهذا الفوز ضرب الهلال موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل. فاز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد 4 أهداف مقابل 2 في الجولة 23 من الدوري الإسباني. بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس. تأهل ليفربول إلى الدور الثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه كارديف سيتي ب3 أهداف مقابل 1 في الدور الرابع من المسابقة. وسجل ثلاثية ليفربول كل من ديوغو جوتا وتاكومي مينامينو وهارفي إليوت، بينما سجل روبن كولويل هدف كارديف الوحيد. انتهت أخبارنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى إلهام وأميمة إليكم. شكرا لك آية الكفوري على هذا العرض. بطول يصل نحو 500 متر وارتفاع يبلغ 70 مترا، تم تفجير جسر أوتوبان الواقع في ولاية شمال الراين بألمانيا. تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هدم جسر بهذا الارتفاع، حيث انهار الهيكل البالغ من العمر 55 عاما بمساعدة 120 كيلوغراما من المتفجرات التي تم وضعها مسبقا. والآن مشاهدينا الكرام نتعرف معنا على أحوال الطقس والنشرة الجوية ومتابعة الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة مع آية الكفوري. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات غدا: القاهرة 20 والصغرى 11، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى
الدورة 12، مطروح 19، 9، بورسعيد 20، 10، الإسماعيلية 20، 10، نذهب بعدها إلى السويس، العظمى 20 والصغرى 10، العريش 18، 11، طابا 16، 11، شرم الشيخ 23، 15، والغردقة 22، 14، أيضا الأقصر العظمى 24 والصغرى 9، أسوان العظمى 25 والصغرى 9، الوادي الجديد 21، 6، شلاتين 24، 12، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى 13. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نتعرف على أبرز لقطة لليوم. Pada jam 11.21 tanggal 6 Februari 2022 BPBD pada penanggulangan bencana daerah Kota Palembang BPBD mengevakuasi warga dan penganten ini luar biasa ini perjuangan penganten luar biasa ini banjir nih kita lihat BPBD pada penanggulangan bencana daerah Kota Palembang membawa penganten kita lihat penganten banjir takbir Allahu Akbar kita lihat luar biasa nih kita lihat. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بمطار القاهرة، ومباحثات قمة تجمع الرئيسين غدا. وفي اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مدبول يتابع جهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. من أجل تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، المنتخب الوطني يواجه نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية. مشاهدينا الكرام، نشرة أخبار التاسعة انتهت، ولكن برنامج التاسعة يبدأ مع الإعلامي يوسف الحسيني، وندعوكم لمتابعته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا هاد؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ قلبي معاك. الحمد لله. تتابع الماتش وأنت على الهوا، دي حاجة صعبة. والله حالة صعبة جدا، بس الماتش في الشوط الأول احنا لعبنا حلو قوي. أبو جبل نموذج للقصايطة، حاجة تفرح. صد حتة كورة الشوط، بعدين لازم تاخدي بالك بقى ازاي صلاح واقف عمال بيتكلم مع أبو جبل، راح داخل مانيلا وايه، ابعدوا عن بعض، ما تفهموش أنا هشوط ازاي. وعلى ما يبدو اللي قاله صلاح لأبو جبل هو اللي حصل، فأبو جبل كان جاهز. ماني يعني ما شاء الله شويط تراك مدفع، احنا في بس ابو جبل قدها وقدود. سمعنا طبعا تهيس الناس بره، فعرفنا ان الكره اتصدت، فاحنا قاعدين بندعي ونقول يا رب بصلابه، اتصدت بصلابه، جبل يعني. ربنا يعني ما شاء الله يعني ربنا يحميه لغايه اخر الماتش كده يعني يصد، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله لمنتخبنا الوطني. كلنا بندعي، كل المصريين بتدعي، عايزين نفرح النهارده ان شاء الله. قادر على كل شيء. انا هنسيبك ونطلع نتابع الماتش وكمل انت بقى البرنامج. انا هبقى متابع الماتش بس بقى بوداني، كل شويه هلاقي زمايلي اكيد عمالين بيقولوا لي
يا رب خير. أشكركم جدا 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 وشكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.